إليكم فوائد حب العزيز للنساء من قناة علاء الدين للمعلومات. حب العزيز غني بالمغذيات لأنه يحتوي على العديد من المواد المغذية للجسم، هيك مجموعة من المركبات النباتية المفيدة أيضا التي تقي من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب والأورام السرطانية والشيخوخة المبكرة وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة. حب العزيز يقوي جهاز المناعة، يلعب دور فعال في تحسين وتعزيز عمل الجهاز المناعي ومحاربة البكتيريا والفيروسات وذلك استنادا على أبحاث علمية شتى. حب العزيز مفيد للجهاز الهضمي لأنه يساهم في تحسين عملية الهضم كونه يحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، وهو بذلك يساهم في القضاء على مشكلة الإمساك. حب العزيز يحارب السكري لأنه يساهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم وذلك لاحتوائه على الحمض الأميني الأرجينين الذي يساهم في زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم. حب العزيز يحمي من مرض الزهايمر لأنه يحتوي على مركبات تحسن من صحة خلايا الدماغ وتقوم قلل بالتالي من فرص الإصابة بمرض الزهايمر كما يساعد في رفع مستوى التركيز. إليكم فوائد صحية لحب العزيز: 1- تنظيم مستويات السكر في الدم. 2- تحسين صحة القلب. 3- تقوية جهاز المناعة. 4- منشط جنسي. 5- تعزيز عملية الهضم. حب العزيز من فوائده أيضا زيادة الوزن وزيادة الكتلة العضلية، علاج فقر الدم والأنيميا، زيادة القدرة والانتصاب، مهدئ لحالات التوتر والاكتئاب، يعالج الصداع الشديد والألم الناتج عنه، يعالج عقم الرجال، لاحتوائه على الفيتامينات والبروتينات والفوسفور.